بعد أيام من أمطار غزيرة وسيول عارمة هي الأولى منذ سنوات في المديرية التهامية شمال محافظة حجة، لا تزال تداعياتها الكارثية تعصف بآلاف النازحين والسكان في هذه المناطق بعد إتلاف وتضرر مئات المساكن والمنازل وتشرد أهلها إلى العراء. الحاج محمد زين واحد من هؤلاء النازحين والسكان الذين تعرضوا لمأساة كبيرة جراء هذه الأمطار الغزيرة وأيضا الرياح الشديدة التي عصفت بالمنطقة. لتفاصيل أوسع حول ما تعرض له من أضرار وأيضا النتائج التي آلت إليه الأوضاع. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذه الزيارة واستطلاع همومنا ومشاكلنا. إن حالك أنا أعتبر هذا كارثة. الأمطار اللي وقعت عندنا أمطار غزيرة وكانت يعني فيضانات فاضت على البيوت، وكان البيوتين معي العريش هذا كانت واجد داخله الغنم، فمن كثر الماء والصاد سقط على الغنم وراحت علي عدة 36 رأس من الغنم، وتخربت البيوت وتهدمت، غرق علينا السكر والأرز وما نملك والملابس حقنا، وكانت حياتنا كما تشاهدون وتشوفون الآن وتلاحظون حياتنا وعيشتنا الآن يعني ما رثة بعد الوضع الذي احنا نعيشه الآن بسبب الأمطار. والآن على مأوى معنا حتى أو سكن ولا بيوت والآن إلا الأشجار كما شاهدتم وشفتم الأولاد تحت الأشجار، ليس معنا بيوت ولا خيام ولا شيء. نرجو منكم أو من أي سلطات أو من أي منظمات المساعدة والإغاثة يغيثون بها، وشكرا جزيلا لكم. إذن هذا حال واحد من مئات وآلاف السكان في هذه المناطق، كما أعلنت الوحدة التنفيذية أن هذه المناطق تعد منطقة منكوبة وتضرر أكثر من 3500 أسرة، إضافة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلن عن تضرر 28,000 شخص جراء هذه الأمطار، وفي حتى اللحظة لم يتم الاستجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقته الوحدة التنفيذية قبل يومين لإغاثة الأهالي والسكان في هذه المناطق، إلى جانب خطر وشيك قد يهدد حياة السكان والنازحين هنا بالألغام المهاجرة التي قد تجرفها سيول الأمطار بمحاذاة الوديان وأيضا بالقرب من مداخل المساكن ومخيمات النزوحة. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.